هذا البقراش تاع قهوه له لباس ملبس، كاين بعض شي ناس يشوفوا يقول لك بقراش تاع قهوه نورمال. جميل. مي راك في 1512 1500 لازم نروح بلغه زمان. جميل. ولغه زمان هذه عندهم اللونغاج. صح. كانوا يتكلموا كل زمان و... صح. هذا البقراج هذا مكتوب عليه صح في هذا البقراج صرحوا الجزائر. جميل. واش حاب يقول؟ تاريخه مكتوب في حاجه. في حاجه. صح. في هذا البقراج صرحوا الجزائر افيك ان جولي فلور انكروستي. جميل. صح. هذا البقراج هذا راهو يقول هما ماشي 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 صناعيه، يعني كانوا العلماء سي تو كي دوني لي زوتو زارتيزون. كاين الصانع، كاين المعلم، ومن بعد فوق المعلم كاين امين الحرفه، ومن بعد يجوا الامناء الحرف، هذو اللي كانوا في السلطه سي تو كي دوني لي زوتو زارتيزون. صح. صح. هنا ندخلوا باش نديكوديو نفصلوا. صح في هذا، صح في هذا البقراج سي فغي لا فيغيتي اللي دون سيت كافيتيير. ومن بعد تقول لماذا سمي بتسميه بقراج؟ لماذا؟ الباء والقاف والراء والاليف والجيم، البق باللغه العربيه وهو الفم. واش يقولوا المصريين؟ نسلموا عليهم منا تحياتنا. تحياتنا المصريين. فوالا. يقولوا البق هو الفم. صح. صح. هنا يعني الفم هو البق. ما بين الراء والجيم كاين حرف أليف، حرف أليف في اللغة العربية هو حرف كبير، يعني جاي من اللغة العربية يعني رج، يعني تحرك، يعني اهتز. باش اهتز؟ اهتز بالغالية الماء وخرج من فمه. واش خرج من فم البقراج؟ هل القهوة ولا السر اللي كان متواجد في البقراج؟ يعني لا سينيفيكاسيون ديالو في وقت الدولة العثمانية الجزائرية، يعني وهو بصوت الفم. والصوت هذا وين نصيبوه؟ نصيبوه في لا دوزيام بارتي لتحت، صرح الجزائر. الصرح هذا كاين صرح ديني، صرح روحي، صرح ثقافي، وصرح علمي. طبعا. هنا وين تقوم الحضرة؟ تقوم الحضرة في الجزائر. والجزائر انذاك في وقت الدولة العثمانية ما كانش يبرونونسيو الهمزة. صح. كان جيهم ثقيلة. جزائر يعني جايه من هما يزون مال اكسبتي العرب. هذه اولا جزائر. انت كي تروح لتركيا وتقول لهم انا جزائري يقول لك انت يا جزائر لي. ماشي جزائري. لا جزائر لي. جزائري باللهجه تاعهم. طيب. يعني الصوت هذا العلماء استعملوا الصوت هذا كصرح في الجزائر. جميل. في زمن. إيه؟ ومن بعد نصيبوا ان جولي فلور انكروستي. سات فلور هذه سي لا فلور دو ليس. سات فلور دو ليس عند النصارى وعند المسلمين في الحضارة الإسلامية. طبعًا. عند النصارى ترمز إلى رمزين، رمز الأولاني هو بالتالوت المقدس لا علينا، ورمز الثاني اسمها بلافلوغ دو لا رويوتي شي النصارى الملكية. يعني الاستعمار الفرنسي دخلها لهنا في الهندسة المعمارية الاستعمارية، رماها دون دي باروداج في لي بالكون اكسيتيرا. نشوفوها. صح. وفي الحضارة الإسلامية ترمز إلى رمزين اللي هي باللغة العربية اسمها بالزنبق، وبالجزائرية اسمها بالسيسان. إيه. هذه ترمز إلى رمزين. أولا بريميامون قبل ما نروح الرموز هي نصيبوها في المساجد، نصيبوها طلعة. صح. في يعني نورمالمون يا لي سان فلور، يا لا فلور دو ليس، يا لا توليب، يا القروفل، كاين النرجس والياسمينة. هادو اللي نصيبوهم انكريستي في المساجد. في المساجد. نصيبوهم في اللباس، في القفاطان اكسيتيرا، وحتى في المقابر. يعني كانوا في زمان يستعملوهم في الشواهد العثمانيه الجزائريه اللي تصيبوها في سيدي عبد الرحمن، تصيبوها لهنا. وهي هذه الزهره اسمها ترمز الى رمزين. الرمز الاولاني كانها يد الانسان داعيه الى الله، اونديري دو مان توندي فيغ ديو. ورمز الثاني اسمها بزهره القادريه. وزهرة القديرية هذه تنسب إلى عبد القادر الجيلاني أو الكيناني. هذا عبد القادر الجيلاني أو الكيناني أو الجيلاني، هذا وليد بغداد. زاد أندور دو بغداد دو 40 كيلومتر. حكاية وحكايات مع السلاسل. لا هذا بقراج برك. هذا بقراج برك.